مرحبتين ويعطيكم ألف عافية. أي مكان بتروحه في العالم بترك أثر فيك. بالنسبة إلي أنا بحب أشوف العمارات القديمة والتاريخية والشغلات الجديدة الغريبة العجيبة، الأكل الزاكي، المتاحف، الآثار. بس في شغلة مهمة بالنسبة إلي اللي هو الناس في البلد. هذا يمكن يكون آخر فيديو بنعمله عن أستراليا. الحمد لله رحلتنا كانت رائعة. الناس أجمل ما يكون في هذيك البلد. كل اللي قابلناهم كانوا helpful, nice. قابلنا كثير ناس وشباب ما شاء الله عليهم، يعني بنحطوا على الجرح بطيب، سواء في ملبون ولا في سيدني ولا في المدن الثانية اللي رحناها. قابلنا ناس من جنسيات مختلفة، من ديانات مختلفة. كل اللي كنا شفناه بوزيتيف، ما في ولا نيجاتيف اكسبيرينس، الحمد لله رب العالمين. بحكي مرة ثانية، بس في شخص ترك انطباع في قلبي وفي تصوري غير الأشخاص. كلكم بلا مبالغة كنتوا رائعين وتركتوا انطباع، وكل واحد يمكن حكى بكلمة ترك لها أثر في نفسيتي. بس هذا الشخص اسمه ناصر، هو ويمكن بيعرف حاله. هو قابلته عند ابن عمتي في سيدني. هو مواليد أستراليا، فلسطيني الأصل. بحكي عربي بيرفكت، هو بحكي لك انه انا ممكن عربياتي مش كتير. كان فيري جود، كان يحكي فلاحي كح كمان. انسان داون تو ايرث، رائع جدا جدا. يعني ما بعرف الكلمات اللي توصفه، بس كان انسان خلوق، طيب القلب، بدخل للقلب مباشرة. الله يجمعنا فيه على خير. وقبل ما أسافر قال لي بتعرف الناس بس تسافر، يعني شوف العادات والتقاليد المتأصلة فيه كمان. قال لي إياها كلمة إنه عادة ببعتوا معاه برغل وزعتر ومرمية وبابونج والشغلات هاي، بس أنا من أستراليا مش حبعت معك هاي الشغلات، حبعت معك تيم تام. حكينا قبل هيك عن تيم تام. تيم تام هو أشهر شوكولاتة موجودة في أستراليا، أعطاني قهوة كمان بس أعطاني تيم تام وحكالي كيف طريقة أكلها. طبعا عشان هيك أنا عم بعمل هذا الفيديو، أول شيء أشكره وبعدين أورجيكم كيف تتاكل تيم تام إذا قدرتوا تحصلوا عليها في المكان اللي أنتم موجودين. تيم تام هي شوكولاتة بيعتبروها الأستراليين أشهر شوكولاتة عندهم، أو هي المين شوكولات. في طعمات، طعم كثير. هذه الاوريجينال طبعا زي ما انتم شايفين، الهيلث ستار تبعها بس 0.5، فهي مش هيلثي لكنها لذيذه. الطريقه اللي علمني اياها انه غريبه جدا، بس قال لي هيك الاستراليين بوكلوها، فحورجيكم هاي الطريقه. طبعا هذا شكل التيم تام، هي عباره عن طبقتين بسكوت وفي جوا محشيه زي الزبده. عندنا هون بس شاي، كاسة شاي. اللي هداني هذه الكاسة بعرفها، مشكور له كثير لاني بستخدمها من حوالي 5 سنوات وما بستخدم غيرها. ثانك يو. وهذه الشاي، نعمل شاي عادي مي سخنة. حورجيكم انه شغلة بسيطة، ما حطيت سكر. ازود شوية المي. شوية بس تخرط. اوكي سخنة. الآن ناخذ تمتماية، نقرشها من الطرف هذا، اوكي، ومن الطرف المعاكسة، من الطرفين. عارفين كيف؟ والآن السكرت بتحطها وبتشفط من خلالها، يعني بتكون زي المصاصة. طبعا دابت. واو
الشاي بدي أعيدها، الشاي إجا كول جوا مش سخن، و إتس نفس الطريقة وملت جوا التم هيك، شيء رائع. مرة ثانية واو طلعوا كيف ملتد. طعم خيالي لا يوصف. طبعا كنا ناكلها غلط، احنا شكلنا كنا بس نقرشها هيك. فإذا صح لكم تمتام جربوا هاي الطريقة، ثمز اب وشكرا لأهل أستراليا. 1111 شباب ملبورن مشتاق للشدة معكم، شباب سيدني مشتاق للقعدة معكم. نراكم إن شاء الله إذا ربنا أراد في كندا أو في أستراليا أو في أي مكان في العالم. يعطيكم العافية وشكرا. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.